نعمان عبد الكريم خبير ومحفر زراعي ورئيس مؤسسة نالفية. مؤسسية تنظم هذا المهرجان المتنقل للبطاطس. للهدف من هذا المهرجان هو تكوين وتأطير الفلاحين ومدين بواحد التكنولوجيا ذكية في ظل التغيرات المناخية والجفاف، وكذا هذه الذكية اللي تتمثل في واحد الأصناف اللي تتقاوم هذا الجفاف، تتقاوم الأمراض، وتكون عندها واحد الحياة قصيرة، حياة قصيرة باش الإنسان يمكن يقتصد على الماء، يقتصد على الطاقة، يقتصد على الأسمدة، ويكون عنده إنتاج جيد. هذا اليوم الدراسي اللي حضروا واحد السيف دبلوماسي ديال السفارة ديال من الرباط اللي تمثل في نائب السفير والمستشار الزراعي بالسفارة، بالإضافة حضروا القنصل العام الشرفي لسفارة هولندا وكان بقنصلية هولندا بالنادور اللي جاب معه واحد منظمة بيوم، هذه منظمة معروفة هولندية لتدعم وتتعاون في الفلاحين من ناحية التقنيات وغير ذلك. اللي حضروا واحد العدد كبير من الفلاحين اللي تهمنا هو التنمية المستدامة ديال الفلاحين والتنمية ديال بلادنا، لأن الفلاح يجب تعطيره ودعمه. فإذا كان الجندي المغربي يحارب البوليزاريو ويؤمن حدودنا والأمن يحارب الجريمة، فإن الفلاح المغربي جندي يحارب الجوع. تقريبا كاين واحد شراكة فلاحية جيدة اللي بينه وبين هولندا. دابا ستعرفوا دابا حاليا جا نائب السفير هو اللي جا عندنا هنا، حق العيجي السفير السريف السفير دابا اعتذر وقال لي غنمشيو لهولندا غنحضروا واحد الزيارة ديال الوزير الأول الهولندي اللي عايزو قريبا المغرب، وذلك هذا باش تحسن واحد العلاقات والدعم السياسية وكذلك الزراعية والصناعية. نشكر بزاف هاد مؤسسة نالسيا على رأسهم السي عبد الكريم والسيدة ديالو سميرة الحسني. هاد اللقاء هذا هو لقاء اللي كيجعل الفلاحين ديال الغرب يوقفوا الفلاحة العصرية. كما كتعرفوا دابا لا المملكة المغربية ولا جميع الدول في أنحاء العالم يعانون من هاد الستريس هيدريك، يعني هاد التقلبات المناخية اللي الموارد المائية يعني كتعرف واحد نقص كبير. وكما شار ليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس رحمه الله في الخطاب الأخير اللي كيحث بزاف على تدبير الموارد المائية. وفي هذا اللقاء هذا كنلاحظ باللي الخبراء الهولنديين جابوا واحد النوع ديال البطاطس واحد لاسوش اللي كتقاوم هاد التقلبات المناخية واللي ما كتحتاجش بزاف ديال الماء ولا كذلك لا مبيدات ولا كتقاوم يعني مبيدات وكتقاوم هاد العجز اللي كيعاني به الفلاح، العجز المائي. وكنشكروا عاود مره اخرى هاد بصفتي انا وبصفه الطاقم ديال السفاره والسي القنصل ديال المملكه المغربيه في المنطقه الشماليه سي العربي سلامه، على حتى هو اللي جا يعني تحمل عناء السفر وحضر معنا في هاد اللقاء هذا العظيم اللي كنعتبر هذه المؤسسه مواطنه اللي كتفكر وغاديه في خريطه الطريق كما قلت لكم ديال سيدنا نصر الله. It's about water. So when we saw the winter and the spring in the Netherlands, it was raining. So our farmers were not able to plant because it was too wet. And here we are waiting for water. So that's the big difference. And another difference is that we are producing the seed potatoes and here you are growing the wet potatoes. So we need each other. Bonjour, je suis Jacob Satter, le conseiller des affaires d'agriculture des Pays-Bas en Maroc. J'habite et je vis en Rabat et je suis très heureux d'être ici en Maroc pour mes travaux. La différence de l'agriculture des Pays-Bas et de Maroc est que dans le Maroc, il y a un grand futur pour les choses comme ces pommes de terre. On a vu, c'est ça ici, du compagnie du Agrico, une compagnie hollandaise. Et je pense, pour moi, la grande différence, et c'est le fermier, les agriculturistes maroc, ils connaissent que le pomme de terre, il représente le sang et la perspiration de leurs travaux.
Et pour ça, moi, je dis, on fait donner beaucoup, beaucoup de respect à ces gens qui travaillent 7 jours de semaine pour ça, pour votre pomme de terre sur la table tout le temps. كي خبروا واحد النوع من البطاطيس اللي كتنتج هنايا في الجهه هذه، الحمد لله شفنا واحد التلاحم واحد التعايش بين الفلاح الهولندي والفلاح المغاربه، وهذا كنعتزوا به وكنفتخروا به، وحنا كن دائما نشجعوا بحال المبادرات هذو، لان الفلاح باش تيكون ناشط باش تيكون ناشط مزيان، وهذا كنتمنوا ان شاء الله نزيدوا في المبادرات اخرين. وهذا نهار كبير اللي يحضروا فيه السلطات المحليه ولا الناس ديال السفاره ولا الفلاحه ديال هولندا ولا الفلاحه ديالنا، الجمعيه المغربيه اللي شرفت على هذا اللقاء وعلى هذا سميتو نهار كبير. وهذا الشيء اللي بغيت نقول له، في نفس الوقت هي دبلوماسيه مغربيه هولنديه في العلاقات المغربيه الهولنديه، هذا الشيء كيدير لواحد المستقبل ظاهر. بالمناسبة يعني احنا كنمشيو واحد الطريق اللي هو مزيان.